لمناقشة هذا الملف ينضم إلينا من طهران الدكتور محمد صالح صادقين مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية، وينضم إلينا من بغداد العاصمة العراقية الباحث في الشؤون السياسية والأمنية العراقية صمد البياتي. أهلا بكما. قبل أن نتحدث عن بعض التطورات البريطانية في البحر الأحمر وغيرها، ولكن هناك تطور مهم جدا عراقي إيراني هذه المرة. هنا أنتقل مباشرة للسيد صادقيان. دكتور صادقيان، 5 زوارق حربية اعترضت السفينة ترفع علم تنزانيا في المياه الإقليمية العراقية. لم تتضح الصورة كثيرا حول ما الذي جرى، ولماذا اتخذت إيران هذا القرار ضد هذه السفينة التي تحمل علم تنزانيا وفي المياه العراقية؟ تحية لك ولضيفك وللمشاهدين. لم تذكر الصحف الإيرانية ووسائل الإعلام الإيرانية تعليقا حول هذا الخبر تحديدا، يعني حتى الجهات المختصة بمثل هذه الأمور لم تتطرق إلى مثل هذا الحادث. لكن بشكل عام أنا أعتقد بأن في هذه المنطقة هناك تعاون وتنسيق كامل بين إيران والعراق، بين إيران والكويت، وهناك تنسيق كامل ولا يوجد شيء ما يعكر مثل هذه الأمور. يجب علينا أن نتذكر بأن هناك في بعض الأحيان تكون هناك سفن تحمل نفط مهرب من هنا أو من هناك، وبالتالي تتم الملاحقة بتنسيق مع البحرية العراقية، مع البحرية الإيرانية، طلب من البحرية الإيرانية، طلب من البحرية العراقية، وحتى الكويتية أيضا تشترك في هذا العمل وهذا التنسيق. وبالتالي أنا لا أعتقد بأن هناك شيء جديد قد حصل، ولا يوجد هناك ما يعكر هذه العلاقة والتعاون والتنسيق الموجود سواء كان في شط العرب أو في المياه الخليجية. نعم، ولكن ما تزال الصورة غير واضحة مثل ما ذكرت. ربما لا يتحدث الإيرانيون كثيرا حول هذا التطور، وهنا نسأل السيد صرمد، ربما الفعل الآن إيراني، 5 زوارق إيرانية هي من اعترضت وأجبرت طاقم هذه السفينة على التوجه نحو موانئ إيران، ولكن الحدث الأساسي كان في المياه الإقليمية العراقية. كيف يفسر هذا الأمر؟ يعني بداية أنا أقول من المؤكد أنها ربما تكون تجارة غير مشروعة. نعم. لأن السبب يا أما سابقا في أيام الحصار كان نفس أساليب التهريب، يعني كانوا العراقيين يهربون النفط ربما بعلم الدولة بغير علم الدولة. تعرفين أيام الحصار في التسعينات وغيرها كانت البواخر تسمى كوستر، يعني فد اسم غريب. المشكلة يعني إذا كانت يعني تجارة غير مشروعة فما راح نسمع بيان. أنا لحد الآن بذلت جهود كبيرة من أجل أن أصل إلى حقيقة الموضوع، يعني ولكن هل من المعتاد والمنطقي حتى لو كانت تجارة غير شرعية، هل من المعتاد والمنطقي أن تعمل هذه السفن أو الزوارق الإيرانية في المياه الإقليمية العراقية؟ لا لا لا، أكيد ما مقبول هذا الموضوع، على الرغم من أنه هذا الموضوع يعني بإشكالات، لدينا مآخذ كثيرة على البحرية العراقية وعلى البحرية الإيرانية وربما حتى على البحرية الكويتية. كثير من الصيادين العراقيين تم اعتقالهم، كثير من بواخر العراقية أو السفن سواء الصيد أو غير صيد تم اعتقالها. هذا بسبب يعني أنا أرى بأنه يحتاج لنا تجهيز قوة بحرية عراقية قوية من أجل أن تقف بوجه هذه الأمور. أنا لازلت في طور التأكيد هل هو في المياه الدولية أم في المياه الإقليمية العراقية. هو يعني هذا أسل، وأكيد يعني قد تكون ساعات مقبلة تكشف هذه الحقائق بالضبط. لكن أنا أقول لك أكيد إيران علاقتها قوية بالعراق، ما أعتقد بأنه يعني يدخلون بالمياه الإقليمية العراقية، وأكيد الدولة كانت تتدخل في هذا الموضوع. لكن أنا أقول لك ربما ساعات مقبلة عسى أن تفصح عما حصل بالضبط، لأن الكل ملتزمين الصمت في هذا الموضوع. نعم نعم، هذا تطور كان كبير في البحر الأحمر أو في المياه الإقليمية العراقية، ولكن تطور آخر في البحر الأحمر سيكون. دكتور صادقيان، الآن فرقاطة بريطانية تتجه للمنطقة في طريقها إلى البحر الأحمر لضمان مواجهة تهديدات الحوثيين في البحر الأحمر، وإيران كانت كذلك أرسلت سفينة لها.
هل بدأت ملامح مواجهة ما في البحر الأحمر إيرانية بريطانية هذه المرة؟ وبالتأكيد بريطانيا يعني مدعومة من الولايات المتحدة الأمريكية وتنسق بالتأكيد مع واشنطن. وجود هذه القطع العسكرية البريطانية في البحر الأحمر أو باب المندب هو بالتأكيد يأتي ضمن إطار التحالف أو المبادرة التي أطلقتها الولايات المتحدة من أجل تشكيل تحالف دولي لتأمين حرية الملاحة. ونحن قلنا سابقا بأن حرية الملاحة كما قالت حركة أنصار الله الحوثية وتحديدا عبد الملك الحوثي عندما قال بشكل واضح بأنه يريد عرقلة الملاحة المتجهة إلى الموانئ الإسرائيلية وليست للموانئ الأوروبية أو الموانئ العالمية، وبالتالي هو يلاحق، هو يريد أن يناصر غزة كما قال. نعم. ويريد ملاحقة هذه يعني طريق الملاحة الذي يذهب عبر باب المندب والبحر الأحمر إلى الموانئ الإسرائيلية. نعم. الإيرانيون الآن موجودون هناك من أجل الحفاظ على السفن البحرية الإيرانية، وكلنا يعلم بأن إيران تصدر نفط أيضا. الولايات المتحدة فرضت عقوبات على تصدير النفط الإيراني، ولذلك إيران لا تريد أن تتعرض أي من القوات سواء كانت بريطانية أو أمريكية للسفن البحرية للسفن أو الناقلات النفط الإيرانية التي تتجه عبر قناة السويس سواء كانت إلى أوروبا. يتحدث البريطانيون اليوم عن تهديدات الحوثيين فقط. فنزويلا. دكتور صادق، يعني يتحدث البريطانيون اليوم عن تهديدات الحوثيين فقط، لا يتحدثون عن إيران ولا عن هذا النفط الإيراني. كذلك الألمان حينما تحدثوا اليوم ذكروا مسألة تكاليف الكبيرة لتهديدات الحوثيين والمدة التي باتت أطول الآن لإرسال الشحن. كذلك الولايات المتحدة الأمريكية حينما أعلنت تحالف حماية الازدهار تتحدث عن الحوثيين. إيران معنية بهذا التصعيد وبهذه المواجهة بين الحوثيين والتحالف تحالف الازدهار أم ستكون بعيدة في موضع الحياد؟ أنا تحدثت عن علاقة إيران، تواجد إيران العسكري في هذه المنطقة الذي يخص ناقلات النفط الإيرانية. هل إن إيران معنية بالتصعيد الحوثي الغربي؟ أنا أعتقد بأن إيران غير معنية بذلك، وهي قالت بشكل واضح من خلال الرسالة التي بعثها المندوب الإيراني في منظمة الأمم المتحدة، بعث رسالة إلى مجلس الأمن الدولي وقال بأنه غير معني، إيران غير معنية بهذا التصعيد. لكن يجب علينا أن نتذكر وكما تفضلت في بداية الحوار بأن هناك كلف باهظة تتحملها الشركات الناقلة للبضائع للنفط، هناك شركات تأمين رفعت من أسعار التأمين على الناقلات والسفن، هناك مدة زمنية أطول، ضرائب أكبر، كلف أكبر، وبالتالي لا يتحمل الاقتصاد العالمي ولا الاقتصاد الغربي مثل هذه الكلف الباهظة. هناك انكماش وعدم نمو في اقتصاديات الكثير من الدول الأوروبية الغربية في العام 2024، وبالتالي أنا أعتقد بأن هذه القضية مفصولة عن قضية التواجد العسكري الإيراني في هذا البحر. لكن السؤال هنا، ماذا سوف يحدث في اليوم الآخر من ضرب أو تحرش في الحوثيين؟ أنا أعتقد بأن أي تحرش في الحوثيين لا يخدم الأمن والاستقرار في حرية الملاحة، وبالتالي لنفترض بأنه حدث، لنفترض بأن هذا اليوم آت مع كل هذا التواجد العسكري الكبير في هذه المنطقة البحرية، ما الموقف الإيراني حينها؟ أنا أعتقد بأن الإيرانيون كما قلت غير معنيين بأي تصعيد من قبل الحوثيين مع المبادرة التي أطلقتها الولايات المتحدة. نعم. الإيرانيون معنيون بحرية تحرك ناقلات النفط الإيرانية وناقلات البضائع سواء كانت نعم.
بتروكيماويات أو مشاكل ذلك. الإيرانيون لا أعتقد بأنهم سوف يدخلون هذا الصراع بين الحوثيين وبين التحالف الغربي الذي تقوده الولايات المتحدة. وبشكل عام أقولها بشكل واضح، إيران لا تريد التصعيد في أي من هذه المناطق، ولا تريد توسيع الحرب، ولا تريد توسيع نطاق الحرب، لكن يبدو لي بأن نتنياهو هو الذي يريد التصعيد. إذن لماذا تتواجد في هذه المنطقة البحرية؟ وهذا سؤالي السيد صرمت، تعليقك. إيران غير معنية بهذا التصعيد، إذن لماذا هي متواجدة في هذه المنطقة؟ يعني رجاء، يعني الأستاذ صدقيان، يعني رجاء، يعني احنا نمتلك عقول. وأكيد أنا سمعت البيانات الإيرانية حول، يعني ليس لديهم علاقة في هذا الموضوع، لكن تقنعني بأنه أنصار الله الحوثيين اللي هم جزء من المقاومة الإسلامية في العراق اللي تألف من 4 فصائل من ضمنهم أنصار الله الحوثيين، يعني تقنعني لديهم صواريخ كروس ميسايل توصل 1500 كيلومتر او من 1500 من تنطلق من اليمن تصل الى ايلات الاسرائيليه او ام الرشراش. لا، يعني ما عندهم هاي، احنا نتكلم مهنيا الان، ما عندهم هاي القابليه ولا هاي التقنيه اللي تخليهم يمتلكون هذا الشيء. الناس امكانياتهم بسيطه، يعني كبلد مثل اليمن، يعني فلذلك من الصعب انه تقتنع بانه هم صواريخ. وبعدين هذه الصواريخ ما تباع بالاسواق، يعني هذه المدايات يعني خبرتي بهذا الموضوع، ما تباع، هذه يحتاج لها منظومة سيطرة ملاحية، منظومة أهداف، مراوح وزعانف وأسلوب صناعة مختلف. فلذلك يعني أعتقد، أنا لا أشكك في كلامك طبعا أبدا، لكن أعتقد بأنه هنالك دعم أكيد من دولة كبيرة مثل إيران، قد يكونون اشتروا هذا السلاح منهم، قد يكونون تم تزويتهم. هذا يعني هم معلنين هذا الوضع بأنه ضد الكيان الصهيوني في موضوع غزة. الكل، احنا من الناس ضد القصف الصهيوني على غزة، لكن هنالك أمور من الصعب أن علينا أن نقتنع بها. يعني مثلا تقول يا الحوثيين من أين أتوا بهذه الصواريخ؟ اليوم الحوثيين لديهم قابليات كثيرة، تكنولوجية كثيرة، وهم بلد محاصر. فلذلك من الصعب أن أصدق بعض الأمور التي تنشر أو تطلق بالتصريحات، ولكن مع اعتذار جنابك طبعا. نعم، نقل هذا الاعتذار للسيد صدقيان. ما الرسالة الإيرانية حينها أو بعد كل هذه التطورات؟ هي متواجدة في البحر الأحمر فعليا عن طريق هذه السفينة التي أرسلتها هناك، وعن طريق الحوثيين، وهناك وصول حتى للمياه الإقليمية العراقية، لا نعلم مدى صلة الموضوعين أو الحدثين، ولكن ما رسالة الإيرانيين لتحالف حماية الازدهار وللمنطقة وللغرب؟ يعني السؤال إلي لو الأستاذ صدقيان، يعني صوت عالي سيد صرمة، استمعت؟ بس عيدي لي فقط عيدي لي آخر جملة من السؤال. سأعيد آخر جملة من السؤال. التواجد الإيراني في المنطقة، ما الرسالة التي يبعثها الإيرانيون بحسب قراءتك لتحالف حماية الازدهار وللغرب؟ وأقصد في المنطقة البحر الأحمر. لا هم صح إعلاناتهم تختلف عن هذا الموضوع، لكن أنا قلت لك هنالك محور مقاومة مشكل من حزب الله اللبناني، حزب الله العراقي، حركة النجباء، أنصار الله الحوثيون، وهؤلاء يعني هم عالين مرجعيتهم، يعني هم حتى مرجعية دينية يرجعون للسيد الخامنئي في إيران، يعني كمرجعيات مثلا. فلذلك هم لا يخفن عن هذا الموضوع. هل تتوقعين أنه إيران تتخلى عنهم؟ لا أبدا، إيران تمتلك تقنيات في موضوع المسيرات، عندها مسيرات اشتركت في حرب روسيا وأوكرانيا، فليس من المعقول أنه تتخلى عنهم. أما هذه التصريحات فاعتيادي من أجل أن لا يقصفون، اعتيادي تصدر مثل هذه التصريحات. كنت معنا من بغداد الباحث في شؤون السياسية صرمد البياتي، وكان معنا من إيران الدكتور محمد صالح صديقان مدير المركز العربي للدراسات